بيلو ذا ماس ام، يبقى الماس 0.2 كيلو جرام، لان عندنا 200 جرام على 1000. is on a frictionless surface and connected to a horizontal spring. The mass is displaced from equilibrium by a horizontal force. يبقى ده الفورس بتساوي 40 نيوتن. which compresses the spring. ضغطت السبرينج باي، يبقى الاي الفورس اقصى شيء ضغطت بيه السبرينج 5 سنتي، يعني 0.05 متر. قسمت على 100، لازم المسافات بالمتر والفورس بالنيوتن والماس بالكيلوجرام. بيقول مات ذا بيريود، يعني طالب التي البريودك تايم اوف ذا ماسس اوسيليشنز وين ذا 40 نيوتن فورس از ريموفد، لما يشيل ضغط 5 سنتي وسابها. طيب هو مديني الفورس، لو اداني الفورس لازم استخدم القانون اللي هو بيقول الفورس بتساوي الكي في الايه، لازم، لان وجود الفورس على طول مع الايه يديني الكي. الاي 0.05 والفورس قال لنا ب 40، اذا الكي كذا نيوتن على المتر. هذه الاله 40 على 0.05 يطلع 800، يبقى عرفنا الكي. طيب هو طالب ايه؟ طالب البريودك تايم، واتفقنا من شويه ان البريودك تايم قانونها او الفورمولا بتاعتها 2 باي جذر ام على كي. يبقى تطبيق مباشر، الماس 0.2 الكي 800، التو باي معروف، يبقى 0.2 على الانسر اللي من شويه جذر الانسر ضرب 2 باي. طلع الجواب تقريبا 0.099، يعني 0.1 سكند. يبقى كده خلص السؤال.